بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم احمد الجرنوسي، والنهارده ان شاء الله هنشوف مع بعض شرح طريقه تحميل وتشغيل وتثبيت لعبه فيفا 2018 النسخه الديمو للكمبيوتر واللي نزلت خلاص اخيرا هنشوفها مع بعض. يلا بينا نبدا من خلال الكمبيوتر. طبعا دي صفحه اللعبه من خلال موقع تكنو عربي، وفيها روابط التحميل، هتلاقوا روابط مباشره على طول ان شاء الله، فيها بعض المعلومات ومواصفات تشغيل اللعبه. زي ما احنا شايفين قدامنا دي مواصفات التشغيل، المينيمم سبيسيفيكيشنز والريكومندد سبيسيفيكيشنز، فكل دول هتلاقوهم في رابط موجود في صندوق الوصف تحت الفيديو على طول ان شاء الله، زي ما احنا متعودين دايما مع بعض. وطبعا كنا شرحنا قبل كده فيفا 17 وفيفا 16، والحمد لله الطريقه شغاله ما فيهاش اي مشكله. فعلشان اسهل عليكم الموضوع، فاحنا كل اللي هنعمله اول حاجه هنحمل برنامج الاوريجين، البرنامج التابع لشركه EA Sports اللي هي شركة Electronic Arts اللي هي بتنزل بقى لعبة فيفا وبتنزل لك لعبة Need for Speed، الألعاب اللي بتنزل من خلال الشركة دي. فهننزل برنامج Origin من الموقع الرسمي، وهنا طبعا لو شفنا هنلاقي شرح برنامج Origin بالكامل وازاي تقدر تعمل اكونت عليه، لازم طبعا تعمل حساب عليه، وهنا شرح طريقة عمل اكونت بالصور والفيديو اهو. وهنا تحت لو نزلت هتلاقي رابط تحميل برنامج Origin، ادي البرنامج اهو، فهينقلك على طول لصفحة تحميل البرنامج الرسمية واللي قدامنا من خلال الويندوز والماك. هنختار طبعا نسخه الويندوز، البرنامج حجمه صغير جدا زي ما احنا شايفين 59 ميجا، يعني قول 60 ميجا بايت. فده البرنامج بعد ما نزل هنبدا نشغله مع بعض ونسطبه على الجهاز. اول حاجه بتظهر لك الواجهه بتاعه التثبيت دي، لو انت مش مثبت البرنامج هتدوس على انستول اوريجين، بعد كده تيجي تعلم هنا كده علشان تقرا الترخيص بتاع البرنامج اللي محدش بيقراه. وخلي بالك في نقطه مهمه هنا، ده المسار اللي هينزل فيه البرنامج، فهنا هينزل في السي، فتاكد ان في مساحه عندك كفايه في السي تقريبا 8 جيجا او 10 جيجا بالكتير، علشان اللعبه حجمها تقريبا 7 جيجا، فانا هخليه في السي، عندي مساحه ما فيش اي مشكله، وهدوس عليها كونتينيو. هتسيبه 3 4 5 دقايق كده لحد ما يخلص عمليه التثبيت بتاعته. ولكن خلي بالك من نقطه مهمه جدا، لازم يكون الويندوز بتاعك 64 بت، ولازم يكون عندك اصدار الدايركت اكس الاصدار 11. ولو واجهتك اي مشكله من مشاكل تشغيل الالعاب، فانا هسيب لك رابط برده موجود في الموضوع، يعني لو جينا نبص كده هتلاقي فيه ملحوظه ان انا قايل لك لازم برنامج دايركت اكس الاصدار 11 يكون متوفر عندك علشان اللعبه تشتغل بدون اي مشاكل، وما يضركش رسائل خطا بقى زي اللي بتظهر لك 0x مش عارف سي 7 اصفار بي والحاجات اللي هي 7 بي والكلام ده كله. وهنا برامج تشغيل الالعاب لو جينا ندوس عليها فهينقلك للموضوع اللي فيه تقريبا كل البرامج اللازمه علشان تقدر تشغل الالعاب بتاعه الكمبيوتر وتحل المشاكل بتاعتك، يعني مكتبه بجمع فيها البرامج الاساسيه لتشغيل الالعاب والبرامج المهمه اللي بتحل مشاكل الالعاب. فدي كلها برامج مهمه، النت فريم ورك والجافا والجيم فور ويندوز لايف والرازرس جيم بوستر والفيجوال سي بلس بلس، كل البرامج دي مهمه جدا لتشغيل الالعاب بتاعتك، او البرامج اللي هي بتطلع رسائل خطا اثناء عمليه التشغيل اللي بيكون فيها اكواد وارقام مش مفهومه. لو انت عندك اكونت قبل كده بتيجي تكتب هنا الايميل او الاي دي بتاعك وهنا الباسورد، لو ما عندكش بتدوس على كريت ان اكونت، او من خلال صفحه تكنو عربي بقى ازاي تقدر تعمل اكونت، فالموضوع سهل ان شاء الله ما فيهوش اي مشكله. بقى اكتب البيانات بتاعتي واقول له ساين ان، فادي الواجهه بتاعت البرنامج اهي. هتيجي من براوز جيمز هتختار منها فيفا وهتختار فيفا 18، فدي اللعبه بالواجهه الاساسيه اهي. هتيجي تدوس على تراي ديمو، بعد كده هتدوس على داونلود ويز اوريجين، اختار اللغه بتاعتي الانجليزي، طبعا في لغه عربيه لو حابب تختار اللغه العربيه، واقول له اكسبت. هنا بيقول لك حجم اللعبه 6 جيجا و74 ميجا، يعني 6.5 تقريبا، وهنا الحجم كل 7 جيجا، يعني اللعبه كلها على بعض شاكب راكب 7 جيجا بايت على طول. بعد كده هتدوس على نيكست، فهتختار هتعلم هنا وهتدوس على نيكست. بعد كده يبدا معاك عمليه التحميل، هتقعد تقريبا معايا 6 ساعات ونص او اكتر، فعلى حسب سرعه التحميل عندك هتلاقي اللعبه بتنزل معاك. ولكن علشان تختصر الموضوع ده، انت ممكن تحمل اللعبه من رابط خارجي نفس اللي احنا عملناه السنه اللي فاتت لو تفتكروا، فيفا 2017 نزلنا اللعبه من لينك خارجي، وبعد كده وقفنا التحميل من خلال اوريجين، وبعد كده رحنا ناقلين دي على دي على اساس ان البرنامج نزلها. فدلوقتي انا سرعه النت عندي وصلت دلوقتي الحمد لله سرعه التحميل لواحد ميجا و 3 من 10، يعني هياخد معايا تقريبا ساعة ونص تقريبا في عملية تنزيل اللعبة. فأنا هعمل حركة صايعة دلوقتي اللي هو هوقف التحميل، أنا كده هعمل بوز للتحميل أهو، وقفت التحميل، وبعد كده هتيجي تحمل اللعبة من الرابط اللي هسيبه لك موجود تحت الفيديو على طول، ده الرابط موجود أهو بس أنا مختصره، هتدوس على كونتينيو هنا تمام. لو ظهرت صفحة جديدة اقفلها وهترجع للصفحة اللي فاتت اللي انت بتحمل منها. ده بس موقع اختصار رابط، هتستنى 3 ثواني مجرد دعم ليها مش اكتر، هتدوس على سكيب اد، ولو جاب لك الرسالة دي هتدوس غلط وهتقفل الصفحة دي كده اللي هي الجديدة، وتخليك على نفس الموقع اللي هو بتاع اختصار الرابط، هتدوس على سكيب اد فهينقلك على طول لرابط التحميل، وهتلاقي اللعبة بتعمل داونلود معاك. فزي ما احنا شايفين ادي اللعبة اهي، وهتنزل معايا بدون اي مشاكل على الجهاز بتاعي، وطبعا محملها من موقع فارس الاسطوانات
اللي هو فارس سي دي. ركز جامد بقى جدا في الخطوات اللي انا هعملها دي. هتدوس على هتفتح البارتيشن بتاع السي، بعد كده هتروح للبروجرام فايلز اكس 86 ده، بعد كده هتختار فولدر اسمه اوريجين. تمام، فين حرف الاو؟ ادي فولدر اوريجين اهو. هتلاقي تحتيه على طول فولدر تاني اسمه اوريجين جيمز، اوريجين جيمز هتفتحه، هتلاقي فيه فيفا 18 ديمو. تمام، دي اتعملت لان انا عملت جيت اعمل داونلود هنا فهو كاريت الفولدر ده. تمام كده، خلي الفولدر ده مفتوح. هتيجي تفتح تاني الماي كمبيوتر وهتروح للعبه اللي انت نزلتها، فدي اللعبه هي نزلت مضغوطه، هتدوس كليك يمين وسيبه بقى يفك الضغط براحته. الحمد لله الضغط اتفك عن اللعبه وانا جالي الضغط، فهتروح للسي بقى للمسار اللي هو فيه المكان اللي احنا نزلناها فيه، فهي نزلت اهي بنفس الاسم فارس سي دي. فهتيجي بقى تعمل ايه؟ هتخش جوه الفولدر ده وهتاخد كل الملفات اللي موجوده، كليك يمين وهتنسخ الملفات، وهتروح للفولدر ده وهتنسخ الملفات هنا. تمام، فانا دلوقتي بس اختصارا او دلوقتي انا معايا السورس اصلا موجود اهو، ده السورس تمام اللي هو الملفات الاصليه او الملف الاصلي بتاع اللعبه، فانا هاخدهم كت مره واحده، يعني هاخد دول كلهم كده كت. تمام كده، بحيث ان انا كمان عندي هنا في السي في مساحه فاضيه 2 جيجا بس، فلو جيت اخد دول كوبي يعني دول 6 جيجا ولا 7 جيجا احطهم تاني مش هيبقى في مساحه كفايه، فهرجع تاني. تمام، فهتروح هتخدت انا دول دلوقتي كلهم كده خدتهم اهم كت، وارجع تاني هفتح فولدر فيفا 18 ديمو، هدوس عليها وادوس كليك يمين واختار بيست، ولو ظهرت لك اي رساله فيها انك توافق على عمليه الاستبدال وافق على عمليه الاستبدال. وانا عملت الحركه دي يعني كان ممكن احملها من اوريجين على طول، ولكن اوريجين ساعات بيحصل فيه مشكله او يقف، خاصه الناس اللي هي الانترنت عندهم ضعيف، فبيعاني بقى يقول لك يا عم الملفات، فبيقول لك لسه يا عم ارجع احمل ملفات تاني من الاول. فانا خلصت ولخصت الموضوع وقلت لك نزل الرابط دوت بحيث انك ضامن بقى، يعني التحميل وقف من اوريجين ما وقفش، فانت كده كده معاك السورس نفسه بتاع اللعبه. ادي دلوقتي اللعبه اتنقلت الحمد لله ما فيش اي مشكله، هديها حته ريفرش كده عشان الحاله النفسيه بتاعتي، وبعد كده هتفتح اوريجين وهتدوس على ريزيوم داونلود، هتيجي تكمل هنا كانك هتحملها تاني، هتدوس كده. لاحظ بقى المره دي ايه اللي هيحصل، هنا كان محمل 51 ميجا بايت بس من اصل 6 جيجا و7 من 10، فاكيد دلوقتي هيقرا ان هو حمل كل الملفات اللي موجوده عندك. فهنا خلص عمليه الداونلود على طول لان كده كده ارى ان اللعبه موجوده بشكل كامل، وبيعمل دلوقتي خطوه الانستولينج او عمليه تثبيت اللعبه. فبعد ما بتنزل لو جيت هنا الماي جيمز لايبراري هتدوس عليها كده هيفتح لك الالعاب بتاعتك المتاحه من خلال برنامج اوريجين. هنا هيقول لك ان اللعبه موجوده اهي، هتدوس عليها، فبعد كده هتدوس على بلاي، فالمفروض ان اللعبه هتبدا معاك على طول. فدي واجهه اللعبه زي ما احنا شايفين قدامنا، هتدوس على الجيم سيتنجز او اعدادات اللعبه، هخلي بس هنا الريندر بتاع اللعبه هخليه هاي، وهنا الفريمات بتاعت اللعبه هنا 30 فريم بير سكندز او 60 فريم بير سكندز، هبقى اشرح لكم ان شاء الله موضوع الفريم بير سكندز ده في فيديو لوحده عشان تفهموا الموضوع ده كويس ان شاء الله. هنا الريزولوشن بتاع اللعبه انا هخليه زي ما هو كده 1280 في 720، بس هخليها ويندوز تمام علشان برنامج الكمتازيا ما بيسجلش الشاشه كامله لو في لعبه، لانه اصلا مش مخصص لتسجيل الشاشه. بعد كده هدوس اوكي وهدوس على بلاي. طبعا انا موضح كل حاجه بالتفصيل وبطريقتين، طريقه من خلال اوريجين وطريقه من رابط خارجي، علشان لو دي ما نفعتش معاك دي تنفع معاك، دي ما نفعتش معاك فدي تنفع معاك، لان بعض الناس بتفضل تقابلهم مشاكل من خلال اوريجين او من خلال الروابط الخارجيه، فعلشان يكون الموضوع متاح ليك. مش هقفل الفيديو طبعا غير لما نشوف اللعبه شغاله قدامنا دلوقتي علشان تتاكدوا ان كل حاجه تمام التمام. انا هوقف برنامج كامتازا استوديو وهصور اللعبه من خلال الموبايل، علشان طبعا برنامج كامتازا هيهنج لي الجهاز لو صور اللعبه ممكن التسجيل اللي انا بعمله يقف، فهجيب الكاميرا وهوقف برنامج كامتازيا استوديو كده، هوقفه دلوقتي اعمل له وقف مؤقت حتى، وهنبدا نشوف اللعبه مع بعض من خلال الكمبيوتر. فزي ما احنا شايفين الويندو فتحت ورا اهي، يا جماعه اللعبه بدات اهي، وقدامنا الحاج كريستيانو رونالدو اخيرا فيفا رضيت عنه، حطيته على الكفر بتاعها، ادوس على انتر او ستارت. طبعا هيجي لك في الاول انك تختار اللغه بتاعتك، تختار اي لغه انت عاوزها مفيش اي مشكله. اللعبه تطلب منك الاكسس عشان النتورك عشان الشبكه، هتقول له الاو اكسس مفيش اي مشكله،
علشان الاونلاين والحركات والتحديثات والحاجات اللي هو اللي هم بيضيفوها للعبه. اللعبه صراحه الجرافيك بتاعها والدخلات بتاعتها شكلها جميل جدا جدا، وفيها الانديه اللي موجوده قدامك دي، فيها اتلتيكو مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وريال مدريد. هدوس على انتر دلوقتي، دي بوكا جونيورز، تشيلسي، تعالوا كده نختار باريس سان جيرمان ونلاعب ريال مدريد. كده بقى احنا شرحنا طريقه تحميل وتشغيل اللعبه وكل المشاكل اللي ممكن تواجهك وانت بتشغل او تحمل اللعبه من خلال برنامج اوريجين. اي رابط موجود وقلناه سيبه لكم موجود في صندوق الوصف تحت الفيديو على طول ان شاء الله، ورابط اللعبه بشكل مباشر برضو موجود في صندوق الوصف من خلال موقع تكنو عربي وصفحه تكنو عربي على الفيسبوك. واخيرا لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني بانك تضغط لايك لي وتدوس سبسكرايب او اشتراك للقناه من الايقونه المداره اللي فوق بالرؤوس دي لو كنت اول مره تشوف الفيديو من خلال القناه على اليوتيوب. وما تنسوش تقولوا لي رايكم عن اللعبة، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. كان معاكم احمد الجرنوسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.